وبشأن تداعيات السياسات التي تتبعها الحكومة في مواجهة فيروس كورونا على المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. دكتور قحطان، مساء الخير. يعني ما زال فيروس كورونا يحصد أرواح العراقيين ولا شيء يوقفه، مع تزايد معدلات الوفيات، دكتور كيف ترى أداء الحكومة في التعامل مع هذه الجائحة؟ حياك الله أخي العزيز، وحيا القناة وحيا المشاهدين الكرام. طبعا للأسف الشديد لا يختلف اثنان على أن العراق في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة اغتيل من زخو إلى الفاو، واغتيل حاضرة واغتيل مستقبل 2001. ولكن للأسف الشديد أن هذه الجائحة التي ضربت العالم كان نصيب العراق الأسوأ، وذلك لأن حجم الاستعداد العام للدولة في مجال الصحي يكاد يكون تحت الصفر، وبالتالي انعكس ذلك على مستوى الأداء في جانب المواد التي يجب أن تتهيئ، ولكن ليس في جانب الانتفاع الوطني لكوادر الصحة في المستشفيات الذي كانوا أو أعطونا نموذج رائع إلى الفدائية للعمل. الجائحة التي أصابت العراق لم تجابه بما ينبغي أن تجابه من قبل الجهات الرسمية، وكان هناك إهمال واضح وشح في المعدات اللازمة، لذلك أصبحت المعاناة مضاعفة للجانب العراقي صحي وعقائدي وقيمي واجتماعي ومجتمعي ومستقبلي. وبالتالي للأسف الشديد فقدنا نماذج كثيرة وطنية رائعة بما فيها الفقيدين الرياضيين البارزين، وهنا مأساة تضاعف، وذلك لأن خسارة العراق لهكذا نماذج في هذا الظرف يعطي على مدى لا اهتمام الحكومة الرسمية الجهات العليا بمستوى الكفاءات العراقية المتنوعة. إذن هي الجائحة كانت مرضية وزادت مآسي العراق في الجوانب الاجتماعية المختلفة. دكتور، الكثير يتفق معكم بأن البنية التحتية الصحية لا يمكن أن تجابه مثل هكذا كوارث، لكن هنا من المسؤول عن وصول مرفق الصحة في العراق إلى هذا الحال المتردي والمزري؟ نعم، أؤكد ما تفضلت بجنابك أن الدول العظمى رفعت الراية البيضاء أمام فيروس 19 كوفيد 19، ولكن بالتأكيد الذي كان وراء هذا الوضع المتردي هي رموز الفساد في الإدارة العراقية، مثل العملية السياسية الطائفية النشأة، جهة المتنفذين الفاسدين الذين لا هم لهم إلا سلب العراق ونهبه وارتباطه بالقوى الخارجية. الشيء الآخر للأسف الشديد أن الجانب العراقي أو الشعبي وعى متأخرا نسبيا، يكاد نتابع نحن كمراقبين أن الوعي أو الصحوة العراقية الحقيقية بدأت منذ الانتخابات الأخيرة عندما قاطع أغلب الشعب العراقي هذه الانتخابات، ثم رفضها بالانتفاضة الرائعة انتفاضة تشرين. إذا السبب الأساسي لتحمل المسؤولية هي الجهات الرسمية، بدءا بأعلى سلم هرم الحكومة بزنون إلى المسؤولين كوزراء. هنا أؤكد أن الفريق الجيش الأبيض كان نموذجا رائعا للوطنية والاجتهاد، ولكن الخلل في تأمين المستلزمات اللازمة التي يتم بها التعاون مع هذه الجائحة. دكتور قحطان، هذا على المستوى الصحي، لكن لو ناقشنا قرارات يعني الحظر ثم فتح الحظر ثم تطبيق الحظر، هل تعتقد أن هناك أسس ربما تقترب من العلمية تتخذ على أثرها مثل هكذا قرارات، أم هي عشوائية؟ يجب أن نكون منطقيين في هذا الموضوع. هناك نوعان من اللا منطقية أو اللا علمية. أولا، هو طبيعة التعامل بشكل عام، الفساد الذي استشرى في كل مفاصل الحياة لما فيها، كما سمعنا أن استثمار هذه الجائحة لبعض المصالح الشخصية، واحد. اثنين، التأثير السلبي لبعض القوى المؤثرة أو الرموز الدينية بين قوسين، التي دعت إلى حالات تتنافى مع ما ينبغي أن يتعامل مع المواطن مع الجائحة. مثلا تلك التي دعت إلى زيارات الإمام الكاظم عليه السلام، أو الأصالة الجماعية وهو لم يصلي سابقا جماعيا، هذا تخلف عقائدي، تخلف مجتمعي عام من قبل القوى السياسية المتنفذة، واحد. الأول، الشيء الآخر هو أن الفساد ضرب أطنابه في كل مستوى الدولة، وبالتالي حتى الجهات التنفيذية للجائحة كورونا تعاملوا للأسف الشديد ببعضهم
بالنفس الأناني للجائحة، كما سمعنا من هناك مبالغ معينة تصرف لكل مصاب، نعم. يتم أخذ الغالبية وإعطاء جزء قليل لها، ثم كما سمعنا مؤخرا ومدى صحة لا أعرف لحد الآن أن هناك اتفاق أوبرن مع روسيا لإتيان بمضاد حيوي أو بعلاج، ولكن سرعان ما تناقض الوسائل الاجتماعي أن نعم. فساد إداري ومالي سيم عليها. إذن الفساد الذي استشرى والقوى السياسية المتخلفة أساسا غير واعية لمسؤوليتها المجتمعية. طيب دكتور، فقد العراق قبل 3 أو 4 أيام يعني رموز مهمة في مجال الرياضة، تمثلت في وفاة اللاعب المرحوم أحمد راضي والمرحوم علي هادي، يعني وكان يعني من يشرف على علاج هذين اللاعبين هو مدير المستشفى. إذا كانت الرموز تقتل بدم بارد، فماذا عن الشعب؟ ماذا عن المواطن البسيط الذي يكون في المستشفيات ويتعافى من جائحة كورونا؟ بالوقت اللي نثبت حقيقتين أساسيتين، أولاً أن خسارة أخ أحمد راضي الله يرحمه ويحسن إليه خسارة كبيرة للمجتمع العراقي لا شك. نعم. اثنين، أحمد وآخرين أبناء جلدة العراقيين كلهم في منزلة قيمية على يد كل العراقيين، ولا يكون هناك حرص كامل عليهم. أما حقيقة الأمر الوضع الصحي في داخل المستشفى، أنا تابعت إلى حد معين شخصياً لعلاقتي الشخصية مع أحمد، علاقتي الشخصية حتى مع الدكتور صلاح العزي مدير المستشفى. نعم. هم حقيقة الأمر كجهد مستشفى وكجهد لم يكن قاصرا، ولكن على ما يبدو أن قدر الله أكثر من الموضوع، ولكن لا نخفي حقيقة أن جل الجهود الطبية في العراق هي ضعيفة بسبب طبيعة المواد المجهزة لمكافحة الفيروس. يعني دكتور، يعني دكتور التقصير هنا ليس في الأطباء، التقصير هنا في يعني المنظومة السياسية بالكامل. بالتأكيد التي تؤمن وإدارية، هي بالتأكيد سياسية إدارية وتؤمن مستلزمات علاج لأي مرض كان. يعني هناك أنا شفت في أماكن أخرى، الدول أخرى زرتها، وأنا دخلت مستشفى في تركيا، نعم، الأكسجين يرفع بيد بسيطة بيد المريض نفسه، يعني في الجهاز صغير، نعم، يربط في علق في في على كتف المريض كشنطة صغيرة للسيدات، نعم، والكمام، ويمكن يتنقل حتى في داخل الردهات والكمامة في وجهه، والأكسجين شغال. هذه ليس لدينا نحن العراقيين، لدينا ما زلنا لدينا الأنبوبة الكبيرة التي لا يمكن. نعم دكتور. نعم. من بغداد. نعم تفضل دكتور أكمل ولكن بعجالة. لذلك الخلل يكون في الجانب السياسي الإداري الذي اشترك فيه رموز العملية السياسية في إيصال العراق إلى ما وصل إليه. من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي، شكرا جزيلا لكم.